السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الثاني، الوحدة الخامسة، الصف السابع، مادة اللغة الإنجليزية. الدرس الثاني بعنوان بيج بيل. بيج بيل، بيل الكبير. بيل الكبير. Exercise A. Listen and read. استمع وقرأ. Then read and answer the questions. ثم اقرأ الأسئلة وأجب عليها، أو اقرأ وأجب الأسئلة. Okay. فوزي، نقرأ مع بعضنا القطعة المصورة هذه وبعدين نشوفوا إذا كان في عليها أسئلة أو تمارين حلوهم مع بعضنا. فوزي and سارة، فوزي وسارة، want، يريدان، to learn، أن يتعلمان أو يعرفان، about other countries، عن دول أخرى. They go، هما يذهبان، to Big Bill's shop. الشخص هذا طبعا اسمه بيل، وهذا المحل متاع الشوب اللي هو المحل، اسمه بيل الكبير. الشخص هذا يدعى بيل الكبير، مش ستايله هيك كاوبوي. على كل حال، they go to Big Bill's shop، يذهبان إلى محل Big Bill أو بيل الكبير. They think، هما يعتقدان، he can help them، أنه يستطيع مساعدتهما. نشوف الحوار الأول في الصورة. بيل، يا بيل، can you tell us، هل يمكنك أن تخبرنا، about other countries please، عن بلدان أخرى، please، من فضلك. My shop can tell you، هو أجابهم، قال لهم my shop، محلي أو هذا الدكان، can tell you، يمكنه أن يخبركم. Look at these، نشوفه، look at these oranges، انظروا إلى هذا البرتقال. Look at these oranges، انظروا إلى هذا البرتقال أو هذه البرتقال. Where do they come from، من أين يأتي. Where do they come from، من أين يأتي هذا البرتقال. هنا الفتاة، I don't know، لا أعرف، I don't know. They come from Lebanon، إنه يأتي من لبنان. They come from Lebanon، لبنان اللي هي لبنان. These apples come from France، هذا التفاح يأتي من فرنسا. These apples come from France. This tea، هذا الشاي comes from India، يأتي من الهند. Okay. عندنا هنا سؤال يقول where do the apples come from، من أين يأتي التفاح. نحن هنا الإجابة كانت these apples come from France، الإجابة حتكون هنا France، أو the apples come from France. لما بنجاوب نحذف كلمات السؤال where do وذير حقول، نكتب the apples come from France، أو نقول they come اللي هي اسم إشارة أو ضمير يشير إلى الغائب الجماعة. They come from France، نكتب اسم فرنسا بعدها. نمشي للصفحة الثانية. Have you ever been to India، هل سبق لك. Have you ever been، هل سبق لك، أن كنت في الهند. Have you ever been to India. Yes I have، نعم ذلك صحيح، أو نعم كنت هناك. I went، أنا ذهبت، there، هناك، last year، العام الماضي. I went there last year. What did you do there،
ماذا فعلت هناك؟ I rode an elephant. I rode an elephant. Elephant اللي هو الفيل. الهند طبعا مشهورة بالفيلة. I rode. Rode الماضي من ride. Ride. نحول الأو ونحط I. يقعد يركب. Ride. Ride بمعنى يركب. I ride. لكن هو جاب الماضي البسيط. I rode. أنا ركبت. هذا التصريف الثاني من فعل رايد اللي هو يركب. I rode an elephant. أنا ركبت فيلا. طبعا هذه الصور كلها تبع الدرس. Okay, question number two. Number two. Has he ever been to England? هل سبق له أن زار إنجلترا؟ Yes, he has. Yes, he has. Number three. Has he ever been to Oman? Yes, he has. Yes, he has. هذه الإجابات طبعا عرفناها لما قرينا النص الخاص به في الحوار عن عمان في آخر في التمرين الأخير أو في التمرين قبل الأخير في الصفحة 49 من الكتاب الواجب المدرسي. Exercise B. Which countries أي الدول have you been to before؟ أي الدول سبق لك الذهاب إليها من قبل أو كنت فيها من قبل؟ هذا السؤال شخصي يجاوب عليه كل طالب. يقدر يقول I have been to Egypt, I have been to Egypt and Tunisia and Jordan and Saudi Arabia. يقدر إذا كان أكثر من دولة يقدر يقول and. So exercise C. Now do exercises. الآن قم بالتمارين A to D من A إلى D on pages في الصفحات 47, 48 and 49 47, 48 و 49 of the workbook. نذهب للworkbook الكتاب أو كتاب الواجب المنزلي. في كتاب الواجب المنزلي في الصفحة 47 Exercise A طبعا تبع الدرس الثاني Listen to Big Bill. Read pages 52-53. اقرأ الصفحات 52-53 of your course book من الكورس بوك and complete the sentences. الصفحات اللي كنا فيها قبل شوية صفحات Big Bill. Where do they come from؟ من أين تأتي هذه الأشياء؟ The oranges. البرتقال. The oranges come from Lebanon. البرتقال يأتي من لبنان. The apples. التفاح come from France. يأتي من فرنسا. The tea. الشاي comes from India. يأتي من الهند. نذهب للصفحة 48. في الصفحة 48 عندنا الاكسرسايز الأول. طبعا عندنا قبلها قاعدة. عندنا قاعدة في الصفحة 48. Asking for more information. WH questions. عند السؤال عن معلومات إضافية نستعمل WH question. يعني هذه WH question الأسئلة التي تبدأ بكلمات، الكلمات تبدأ ب W H. هذه الأسئلة تعطي معلومات أكثر. يعني هذه الأسئلة اللي تبدأ ب W H لا يمكن الإجابة عليها بإجابة قصيرة. ما نقدرش نقول yes or no. ما نقدرش نقول yes it is أو yes I have أو no I haven't أو no it is not. يبقى لا تقبل إجابات قصيرة. تبي إجابات مليانة معلومات أو فيها information اللي هو معلومات. هذا الفرق بين ال yes no question الإجابات القصيرة. أسئلة الإجابات القصيرة اللي قلنا تبدأ بأي سؤال يبدأ بصيغة هل، ودائما تكون الأسئلة هذه تبدأ بأفعال مساعدة. لكن الأسئلة WH questions أسئلة المعلومات دائما تطلب معلومات
إضافية. مثلا look at the order، انظر إلى الترتيب of the words، ترتيب الكلمات in these questions، في هذه الأسئلة. نشوف السؤال ونشوف الجواب. A question: Where does Emil come from؟ من أين يأتي إيميل؟ طبعا ما نقدرش نقول yes ولا no. الجواب answer: He اللي هو إيميل، he comes from France، هو يأتي من فرنسا. طيب طريقة ترتيب السؤال، هنا كان السؤال بدأ بكلمة فيها WH اللي هي WH هذه where، أين. does لما نجاوب كلمة سؤال والفعل المساعد تحذف تماما، نحذفهن. لاحظوا أن الفعل المساعد هنا يسأل عن غائب مفرد، لذلك عندنا S الغائب المفرد في كلمة does. يبقى لا does الاس الغائب المفرد تأتي نستخدمها في الفعل أو نستخدمها في الإجابة. طيب الإجابة تبدأ من وين؟ لما نبدأ نلقى سؤال بالطريقة هذه الإجابة تبدأ من هنا. Email comes from، بعدين نحط اسم الإجابة اللي هي فرنسا. من أين يأتي إيميل أو من أين يكون إيميل؟ هي هو اللي هو إيميل comes from France، يأتي من فرنسا. كتبت نفس الجملة تقريبا من هنا، هي إيميل comes from أو هي comes from نفسها، استخدمت الضمير بالنيابة عن الاسم، استخدمت الضمير، بعدين جبت الإجابة اللي هي فرنسا، يبقى هيك عندي إجابة كاملة. طيب question number two WH برضو which countries have you been to، أي الدول التي سبق لك أن زرتها أو كنت فيها. which countries have you been to، الإجابة حتكون I have، لأن السؤال موجه لك أنت، موجه إلى شخص متحدث أو مخاطب، شخص مخاطب. اليو دائما تقلب إلى I إذا كان السؤال فيه يو، الإجابة حيكون فيها I أو وي إذا كان مجموعة، وي إذا كان شخص واحد I. يبقى نجيب المتحدث ترتيب I have been، أنا كنت to Tunisia، أنا كنت في تونس، Egypt ومصر، and England وإنجلترا. هذه full answer، هذا جواب كامل. يبقى زي ما قلنا أسئلة الـ WH اللي هي عندنا الكلمات اللي تبدأ بـ WH زي where و which، where بمعنى أين، which بمعنى أي، عندنا why لماذا، عندنا هو من، لما نلقى هو من، عندنا وات، عندنا وات بمعنى ماذا. دبليو اتش مجموعة كلمات، إن ممكن خمس كلمات أو ست كلمات الأسئلة اللي تبدأ بالدبليو اتش أو كلمات اللي تبدأ بالدبليو اتش. نمشي لإكسرسايز بي. ناو Read these answers. الآن اقرأ هذه الإجابات and write the questions. واكتب الأسئلة. عندنا إجابات، اكتب لها أسئلة. Clue: الفكرة القائمة على السؤال. The underlined words، الكلمات التي تحتها خط، are the most important parts، هي الأجزاء المهمة of the answers، من الإجابة. طيب نشوفوا هنا عندنا number one، the messages، الرسائل، are from Samira and Mr. Abdullah. هنا طبعا الخط موجود، وعندنا خط موجود تحت سميرة ومستر عبدالله. نكون سؤال عن الأشخاص اللي ما دام عندي أشخاص، معناها نكون سؤال عن الأشخاص اللي موجود تحتهم الخط. ما دام أشخاص بنستخدم هو من للعاقل، أشخاص معناها عاقل معناها هو. من
ممن أو من من كانت الرسائل؟ Who are the messages from؟ من من كانت تلك الرسائل؟ The messages are الرسائل من from Samira and Mr. Abdullah. من سميرة والسيد عبد الله. Number two, Khalid was with his mother. His mother. هنا سؤال. Who was Khalid with? من كان مع خالد؟ Who was Khalid with؟ مع من كان خالد أو من كان مع خالد؟ ليش؟ لأن عندنا الخط هنا موجود تحت his mother. نكون سؤال على شخص. شخص يبقى زي ما قلنا شخص دائما أو أشخاص إذا كان عاقل فإنسان يعني دائما نستخدمه. Zebras. Zebras. حمار الوحش come from Kenya. يأتي من كينيا. لاحظوا هنا كينيا اسم بلد، اسم دولة، اسم مكان يعني. اسم مكان دائما نبحث نسأل عنه بوير. Where do zebras come from؟ من أين تأتي الحمير الوحشي أو حمار الوحش؟ من أين يأتي حمار الوحش؟ طيب number four، Ms. جابر، السيدة جابر locked at هناز أو هناز painting. Paintings، رسمة هناء، الرسمة التي قامت برسمها هناء. السيدة جابر نظرت إلى رسمة هناء. شيء غير عاقل. يبقى نستخدم what. What did Ms. جابر look at؟ إلى ماذا؟ إلى ماذا نظرت السيدة جابر؟ السيدة طبعا اسم تنادى باسم زوجها، زوجها يكون اسمه جابر فتسمى السيدة جابر أو زوجة جابر. طبعا هذه ما عندناش نحن في ثقافتنا العربية، لكن في الثقافة الأجنبية الإنجليزية بالذات تدعى السيدة باسم اسم عائلة زوجها فتسمى السيدة فلان. أوكي نمبر فايف، طبعا قلنا painting غير عاقل، استخدمنا watch. what برضو w h ماذا، للعاقل نستخدم هو من، للمكان نستخدم where. طيب نشوفوا فرانس. فرانس فرنسا is famous for its shops. shops فرنسا مشهورة بمحلاتها، محلات غير عاقل المحلات. what is France famous for؟ لاحظوا أن لما كونت سؤال مهمة جدا اللقطة هذه أو النقطة هذه مهمة، لاحظوا في تكوين السؤال نفس الكلمات استخدمت، نفس الكلمات. What is France famous for؟ for موجودة، France موجودة، famous موجودة. نشوفوا الترتيب بس اختلف. هنا عندنا what. what أخذت مكان shops، أخذت مكان شابس والمكان مختلف. وات في بداية الجملة، شابس في نهاية الجملة. لاحظوها على كل الجمل اللي قريناها، كل الجمل حتلقوا فيهم التركيبة هذه. هذه حتساعدك ملاحظاتي على إنكم تكونوا الجملة وتكونوا السؤال. فرانس يعني غالبا الشيء اللي بنسأل عنه يكون في آخر الجملة، يكون هو الإجابة. بما فرنسا مشهورة ب محلاتها its shops. what is France famous for؟ بماذا مشهورة محلاتها أو فرنسا؟ طيب أنا أبي منكم حاجة قبل لا تكون السؤال، أقرأ الجملة، أفهم الجملة، حتساعدكم فهم الجملة حيساعدكم في تكوين السؤال المناسب لها. فهم الجملة يساعد في تكوين السؤال المناسب لها. هل السؤال عن مكان أو عن شيء أو عن شخص أو سبب أو عن سبب. طيب number six، رقم ستة. Who did Uncle Rashid wait for؟ نحن هنا عندنا الإجابة، الإجابة نحن المفروض نكون السؤال هذا. Uncle Rashid waited for، العم رشيد أو الخال رشيد انتظر خالد and his father، خالد ووالده،
خالد ووالده. يبقى ما دام قريت الجملة هذه، رشيد انتظر، أو العم رشيد انتظر خالد ووالده. يبقى من كان ينتظر العم رشيد؟ Who did Uncle Rashid wait for؟ من كان ينتظر، أو انتظر، من كان، أو من انتظر السيد رشيد؟ جيب did لأن الجملة هنا في الماضي البسيط، waited لأن الفعل اللي بنستخدمه هنرجعه، الرجع الأصل، الرجع زي ما هو. تنسوش أن عندنا هنا جملة سؤال، وهذه جملة صحيحة. أوكي، الدرس هذا إن شاء الله، درس تكوين السؤال في الأزمنة هذه، حيكون له، حنتطرقوا له بتوسع أكثر. طيب، نمبر 7، فؤاد أند تانيا. فؤاد وتانيا اسم شخص، فؤاد وتانيا want to learn about other countries. لاحظوا أن الخط هنا موجود تحت other countries. فؤاد وتانيا أرادوا أن يتعلموا عن دول أخرى. ماذا أرادوا؟ ماذا أرادوا؟ ماذا أراد فؤاد وتانيا؟ يبقى ما دام ماذا، معناها نجيب what. What do، what do، لأنهم اثنين، نستعمل فعل مساعد دائما في السؤال، دائما يكون عندي فعل مساعد في السؤال، لاحظتوها؟ لازم يكون عندي فعل مساعد بعد كلمة السؤال. يا ريت الملاحظات هذه تسجلوهم عشان ما تضيعوا فيهم. طيب، what do فوزي and سارة، تانيا، فوزي، وهو الجملة هذه فيها غلط، فوزي وسارة، هي الإجابة تقول، هو السؤال عن فؤاد وتانيا، بينما الإجابة هنا موجود فيها فوزي وسارة. أنا يعني مش الأسماء واجد، يعني تركيب السؤال وترتيب السؤال، لكن أنتم صلحوها من عندكم. إذا كان عندكم في الكتاب فؤاد وتانيا خلوها فؤاد وتانيا، إذا كان عندكم فوزي وسارة خلوها فوزي وسارة. هو تقريبا فوزي وسارة لأنه هو اللي موجود في الكتاب. Anyway, what do فوزي and سارة want to learn about؟ ما هو الشيء الذي أراد فوزي وسارة أن يتعلموا عنه؟ What do فوزي and سارة want to learn about؟ هذا الاكسرسايز بي. طيب، نمشي للصفحة 49. طيب، نمشي للصفحة 49. اكسرسايز سي، read and complete these conversations. اقرأ وأكمل هذه المحادثات فوزي. طيب، نحن الإجابات حنأخذها من مصدرها أو من مكان نموذجي لها، نأخذ الإجابات النموذجية. يا ريت تعبوا الفراغات الموجودة في الكتاب الواجب المدرسي أو الواجب المنزلي بهذه الإجابات النموذجية. فوزي، بيل، have you ever been to England؟ هل سبق لك الذهاب إلى إنجلترا؟ بيل، yes، نعم، I have، yes I have. I went there، أنا ذهبت هناك، last year، العام الماضي. فوزي، what did you do there؟ ماذا فعلت هناك؟ بيل، I went to a museum، أنا ذهبت إلى أميوزم، أميوزم اللي هو متحف، المتحف. conversation 2، conversation 2، سارة، بيل، have you ever been to Oman؟ هل سبق لك أن ذهبت إلى عمان؟ بيل، yes I have، نعم فعلت، نعم ذهبت. I went there، أنا ذهبت هناك، last month، الشهر الماضي، الشهر الماضي. سارة، what did you do there؟ ماذا فعلت هناك؟ I went to a fort، ذهبت إلى القلعة أو الحصن. في حصن موجود في عمان، فهو مشى قام بزيارته.
Exercise D. Exercise D. Complete the sentences. أكمل الجمل with true information about yourself. بمعلومات حقيقية عن نفسك. I have been to. والجملة الأولى. I have been to. أنا كنت في. I have been to England. تقدر تكتب الدولة اللي أنت قمت بزيارتها. اكتب أي اسم دولة أنت قمت بزيارتها أو مكان أنت قمت بزيارتها. لو كنت من طرابلس وكنت وقمت بزيارة البنغازي تقدر تكتب I have been to بنغازي، والعكس إذا كان من بنغازي وقمت بزيارة لأي مدينة أخرى في ليبيا تقدر تكتب I have been to اسم المدينة. إذا كان ما عندكش سفريات خارجية، وإذا كان في سفريات خارجية تقدر تكتب اسم الدولة اللي زرتها. طيب الثاني، الرقم الثاني أو المطلوب الثاني، I have never been، لم يسبق لي أبدا. I have never been to، أن قمت أو زرت. I have never been to England، لم يسبق لي أبدا زيارة إنجلترا. I have never been to أي دولة لم تقم بزيارتها أو أي مكان لم تقم بزيارته. هذا كل شيء بالنسبة للدرس اليوم. نتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. إلى اللقاء في الدرس القادم. السلام عليكم.